شاهد نائب رئيس القسم الرياضي في الشروق نتكلم معاه عن أهم منشطات بكرة. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا شيماء، ومساء الخير على الأستاذ أسامة صقر طبعا، وتحياتي لكل السادة مشاهدي قناة الأهلي. في البداية كده عايزة أعرف من حضرتك أهم المنشطات اللي إن شاء الله هتكون موجودة بكرة في الشروق. تمام، طبعا يعني في اكثر من موضوع مهم مهتمين بيهم بكره في صفحه الرياضه في الشروق. أكيد. يمكن البدايه من اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي، لائحه النظام الاساسي. بنتكلم عن انه مجلس الاداره اعتمد خلاص اخر التعديلات استعدادا لطرح اللائحه ان شاء الله يوم 28 سبتمبر امام الجمعيه العموميه، طبعا بعد مناقشات كبيره شهدت مشاركة تقريبا أغلب طوائف المجتمع، مش الأهلوية بس، كمان يعني حتى الشخصيات العامة، الفنانين، اللاعبين القدامى، الرموز القدامى، أيضا كمان اللجنة الأولمبية. فخلاص مجلس الإدارة اعتمد المشروع النهائي تمهيدا لطرحه أمام الجمعية العمومية. كمان بنتكلم عن الموضوع اللي كنتم بتتكلموا عنه حضراتكم دلوقتي، عن بعثة النادي الأهلي في كوناكري، وصول البعثة طبعا و الاستعدادات للمباراة المهمة في دور الثمانية يوم الجمعة. واعتقد انه الاهلي بحجمه وبشعبيته هيعرف ازاي يتعامل مع المباراة خارج ملعبه ان شاء الله باذن الله. تمام، كمان عندنا طبعا الكلام العادي اللي هو تقديم مباريات بكرة ان شاء الله في الدوري، في 5 مباريات لاستكمال الاسبوع السادس من الدوري. صحيح. كمان في خبر عملنا متابعة عليه، اللي هو يعني اعلن منذ قليل عن انه مباراه منتخب مصر مع سوازيلاند هتكون يوم 12 اكتوبر في استاد السلام في القاهره، ودي يمكن اول مره هيلعب منتخب مصر في القاهره من فتره تقريبا، لانه كان اغلب خبر حلو اهو. بالظبط، كان المباريات دايما بتكون في استاد برج العرب، فاعتقد دي يعني عوده حميده للجمهور للقاهره. بالظبط، يعني هيكون الموضوع قريب على الجمهور ان هو يتواجد بكثافه. وفي رايي او في اعتقادي انه عزوف بعض الجماهير عن حضور المباراه الماضيه في امام النيجر في برج العرب، اعتقد ده كان دافع كبير انه المنتخب يرجع يلعب في القاهره مره ثانيه، وانا شايف ان ده خبر مهم جدا يعني. صحيح، بشكرك جدا. يمكن ابرز الاخبار اللي عندنا يعني. بشكرك جدا استاذ حسام زايد، نائب رئيس القسم الرياضي في الشروق.